متابعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم في جولة جديدة حول العالم وكل جديد في أسواق المال والتجارة لليوم الاثنين، فابقوا معنا. بانكير، نبض البنوك. البداية مع الدولار الأمريكي، والذي بدأ الأسبوع مستقرا قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع. وقالت التقارير إن الدولار استهل الأسبوع أعلى استقرار مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، وسجل 103.5 اليوم الاثنين ليبقى قريبا من أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي لمسه الأسبوع الماضي عند 103.82. والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة 2% في يناير وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأمريكية. وإلى أزمة البحر الأحمر الذي باتت تهدد الاقتصاد العالمي، حيث قال رئيس ميناء برشلونة لويس سيلفادو إن وصول السفن يتأخر لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما في الميناء الإسباني، نظرا لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر. وأضاف في تصريحات للصحفيين إن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما فيها الغاز الطبيعي المسال. وبرشلونة تعد من أكبر الموانئ التي بها محطات تتعامل مع شحنات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا. الخبر التالي في جولتنا العالمية من إيطاليا وتعهدها بدعم دول القارة الأفريقية. وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا، التي من المقرر أن تبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو، حوالي 5.95 مليار دولار بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار. وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء في أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزرائها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني أنها ستكون مفيدة للطرفين. الخبر الأخير في جولتنا العالمية من المملكة العربية السعودية، حيث حققت فائضا كبيرا بالميزان التجاري مع اليابان في آخر 5 سنوات، حيث سجل مستويات قوية في آخر 2 عامين مع زيادة حجم الصادرات السعودية إلى طوكيو. وسجلت السعودية فائضا تجاريا مع اليابان، والتي تعد ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم وفقا لإحصائية تستند لبيانات رسمية لوزارة المالية اليابانية بقيمة 104.17 مليار دولار، ما يعادل 15.43 تريليون ين ياباني أو 390.63 مليار ريال في السنوات 5 الأخيرة من عام 2019 إلى 2023. انتهت الجولة، كانت معكم هالة البشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير، نبض البنوك.